السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الأول الثانوي بثانوية الجامعة الأهلية. معكم معلم الفيزياء أستاذ سيد عبد الرحيم. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن تكملة أو تتمة الفصل الخامس. نتكلم اليوم عن القوة والحركة في بعدين. من أمثلة القوة في بعدين يا شباب نستطيع أن نضع مثالين، وهو مثال قوة الاحتكاك بين السطحين وأيضا الحركة في مستوى أفقي. هذه من أمثلة القوة في بعدين. القوة في بعدين تشمل ما يسمى بالاتزان. ما هو الاتزان؟ تكلمنا عنه سابقا وقلنا متى أقول أن الجسم متزن وما هي حالات الاتزان. إن يا شباب يكون الجسم متزن إذا كانت محصلة القوة المؤثرة فيه تساوي صفر. يقال أن الجسم متزن إذا كانت محصلة القوة المؤثرة فيه تساوي صفر. وأخذنا مثال تكلمنا وقلنا أنه لو أن أحد الطلاب قام بدفع الطاولة بقوة مقدارها 50 نيوتن في اتجاه الشمال، وقام طالب آخر بدفع الطاولة بقوة مقدارها 50 نيوتن في اتجاه الجنوب، نلاحظ أن هاتان القوتان متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه، وتكون محصلتهما تساوي صفر. وفي هذه الحالة نلاحظ أن الطاولة لن تتحرك ويقال أن الطاولة متزنة. فما هي حالات الاتزان؟ طبقا لقانون نيوتن الثاني أن الجسم لا يتصارع الجسم عندما لا توجد قوة محصلة مؤثرة فيه، ولذلك نقول أن الجسم يكون متزن في حالتين. ما هي حالات الاتزان؟ نقول يا شباب أن الجسم بيكون متزن في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الجسم ساكن، إذا كان الجسم ساكن أو كان الجسم متحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم. يبقى أنا عندي حالتين يكون فيهم الجسم متزن، إذا كان ساكنا أو متحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم. طيب لو افترضنا أن أنا عندي ثلاث قوى تؤثر في جسم نقطي، عندك متجه A، متجه B، متجه C. نلاحظ لجمع هذه المتجهات A و B و C لابد أن أضعهم على هيئة مثلث قائم للزاوية. وفي هذه الحالة ايش نسوي شاب؟ نبدأ نعدل من المتجهات. شرط ان اتجاه المتجه لا يتغير وطول المتجه لا يتغير كما بالشكل. وبهذه الحالة نستطيع ايجاد المحصلة. ايجاد ليه يا شاب؟ ايجاد المحصلة. لذا فان القوة المحصلة تساوي صفر، لذلك فيكون الجسم ما لا شاب، يكون الجسم متزن لانها تساوي او بتكون مثلث مغلق. لو أنا عندي قوتين تؤثران في جسم ما ولكن هاتان القوتان محصلتهما لا تساوي صفر، فكيف يمكن إيجاد قوة ثالثة تصبح المحصلة تساوي صفر؟ يعني يا شباب لو أنا عندي طالبين بيدفوا طاولة، الطالب الأول محمد وليكن بقوة 50 نيوتن وإبراهيم بقوة 100 نيوتن، الاثنين في اتجاه الشرق، يبقى محصلتهم 100 زائد 50 يبقى 150 نيوتن في اتجاه الشرق. لما بيدفوا الطاولة بتتحرك في نفس اتجاه القوتين. طب أنا لو عاوز أوقف الطاولة دي إيش أسوي؟ أكيد يا شباب هبدأ أجيب طالب آخر وليكن عبد الرحمن يدف الطاولة في الاتجاه المعاكس في اتجاه الغرب بقوة تساوي مجموع قوتين حقت مين؟ حقت إبراهيم وحقت علي. يعني لازم عبد الله يدف أو عبد الرحمن لازم يدف الطاولة بقوة مقدارها 150 نيوتن في اتجاه الغرب. وفي هذه الحالة نقول إن قوة عبد الرحمن هذه بسميها القوة الموازنة. القوة اللي يا شاب موازنة ومهمة جدا جدا. يجيني ما هي القوة الموازنة؟ قال هي القوة التي تجعل الجسم متزن. ما هي القوة الموازنة شاب؟ نقول إن القوة الموازنة هي القوة التي تجعل الجسم متزن، بسميها القوة اللي يا شاب موازنة. وهذه القوة تساوي محصلة القوتين في المقدار وتعاكسهم في الاتجاه. أيضا من الأمثلة على القوة في بعدين الحركة في مستوى مائل.
فلو انا عندي متزلج بيتزلج على مستوى مائل، طبعا مستوى المائل شاب معروف لدينا، ابسط مثال لي هذا المنحدر اللي هو موجود عند دوار الاتصالات حق حي مشرف، هذا هذا يعتبر مستوى مائل تتحرك فيه. لو افترضت ان الجسم بيتحرك عندي في مستوى مائل كما هذا كما بالشكل هذا، ويصنع زاويه مقدارها ثيتا مع الارض، له نقطه بدايه الحركه، له نقطه نهايه الحركه، نلاحظ ان اتجاه القوه المحصله هو نفس اتجاه التسارع، هو نفس اتجاه ميم في نفس اتجاه السرعه. طيب في هذه الحاله يتاثر الجسم باكثر من قوه، ودي بتيجي في التحصيل شرح. لو انا عندي جسم بيتحرك في الاتجاه او في مستوى مائل، يتاثر الجسم باكثر من قوه. اول قوه شاب وهي اف ان، وهي القوه العموديه، وهي القوه العموديه، مش شرط هنا يكون مقدارها يساوي الوزن طبعا يا شباب، لان هنا القوه العموديه قد تتغير بتغير مين اختلاف الزاويه مع المحور الافقي او اختلاف الزاويه مع الارض. طيب اف ان يكون نفس اتجاه اتجاه المحور واي، وعندك اف كي وهي تاخذ تكون دايما عكس اتجاه حركه اف كي اللي هي مين يا شباب، قوة الاحتكاك. اف كي قوة الاحتكاك، واتجاهها يكون عكس اتجاه حركة الجسم. القوة الأخيرة واللي بيسأل عنها في التحصيلي اللي هي قوة الوزن، نحط حلقة في ودننا شاب أو قاعدة، دائما قوة الوزن اللي هي اف جي، هذه قوة الوزن شاب، هذه الاف جي دائما بيكون اتجاهها فين؟ ها؟ دائما قوة الوزن يا شاب بيكون اتجاهها ها؟ أسفل. قوة الوزن دائما بيكون اتجاهها فين يا شاب؟ يكون اتجاهها في الأسفل. طيب قال إن التسارع المتزلج يكون في اتجاه المستوى المائل، أي في اتجاه محور إكس الموجب، أما محور واي زي ما قلنا بيكون تمثل عليه يكون عمود على المحور إكس وعلى السطح ليه؟ على السطح المائل. من أمثلة الحركة في مستوى مائل شباب اللي هي حركة المتزلج على الجليد وما إلى ذلك. كده اتكلمنا بعجالة عن الجزء المتبقي في الفصل الخامس، نبدأ في بداية الفصل السادس وهو بعنوان الحركة في بعدين. الفصل السادس الحركة في بعدين بيتكلم عن أو بيتقسم إلى ثلاث دروس. الدرس الأول بنتكلم عن المقذوفات، الدرس الثاني بنتكلم عن الحركة الدائرية، الدرس الثالث بنتكلم فيه عن السرعة النسبية أو السرعة المتجهة النسبية. طيب نبدأ، ما هو المقذوف؟ عرف المقذوف، وش تعرف عن المقذوف؟ المقذوف يا شباب بأبسط صورة هو أي جسم يطلق في الهواء، أي شيء أنت تحذفه في الهواء هذا يسمى مقذوف. نطلت القلم يسمى مقذوف، نطلت الدبة يسمى مقذوف، أي جسم يطلق في الهواء يسمى مقذوف، أي جسم يطلق في الهواء يسمى مقذوف. طيب المقذوف هذا يكون له مسار، المقذوف هذا شباب يكون له مسار. ما هو مسار المقذوف؟ واضحة جدا، مسار الرحلة اللي انت حقتك، انت لو جبت الجوجل ماب ايه مسار الرحلة او مسار اي شيء شباب، قال لي مسار المقذوف هو عبارة عن حركة المقذوف في الهواء. حركة المقذوف في الهواء هذه تسمى مسار المقذوف، ولذلك يقول لك ايه مسار الرحلة مثلا من الرياض الى جدة، يعني حركة الطائرة في الهواء تقلع من الرياض الى جدة او العكس. ده شكل المقذوف يا شباب. ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم المقذوف أثناء حركته في الهواء هي قوة الجاذبية الأرضية فقط. تاني يجيني أكمل صح خطأ، القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم أثناء حركته في الهواء هي قوة نقط، قوة يا شباب قوة الجاذبية الأرضية فقط. نتكلم كده يا شباب، المقذوف هذا شاب بيتحرك في كم اتجاه؟ ما هي أنواع حركة المقذوفات؟ أي مقذوف يا حبايب له نوعين من الحركة. الحركة الأولى وهي تكون في الاتجاه الأفقي، وفي هذه الحالة يكون الجسم ليس له تسارع. ثاني، حركة المقذوف في الاتجاه الأفقي حركة بسرعة ثابتة، أي أن الجسم ليس له تسارع.
وهنعرف ليه دلوقتي بإذن الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الحركة للمقذوف وهي الحركة في مستوى رأسي مستوى عمودي، وفي هذه الحالة يكون له تسارع ثابت بسبب مين؟ تسارع الجاذبية الأرضية. حركة رأسية يكون لها تسارع ثابت وهو تسارع الجاذبية يا شباب، تسارع الأرضية. لو إذن خلي بالك الحركة الأفقية المقذوف ها سرعة ثابتة، يعني جسم لهش تسارع، أما الحركة الرأسية يكون له تسارع وهو يساوي تسارع الجاذبية الأرضية. طيب قال لي للمقذوف حركتان، حركة أفقية وحركة رأسية وكلاهما مستقلتان، أي أن الحركة الأفقية للمقذوف لا تؤثر على الحركة الرأسية والعكس صحيح. نأخذ مثال شباب. المثال عندك بيقول لي قذف حجر بسرعة، مثال عندك في الكتاب، مسائل تدريبية صفحة 164. قذف حجر أفقيا، يا أبوي خلي بالك السرعة اللي بعديها تبقى السرعة في الاتجاه الأفقي، بسرعة 5 متر لكل ثانية من فوق سطح بناية ارتفاعها 78.4 متر. كم يستغرق هذا الحجر للوصول إلى أسفل البناية؟ عاوز أعرف الحجر ده هياخد كم من وقت حتى يصل إلى أسفل البناية. يلا شوف كده نطلع معطياتنا. أول حاجة هذه السرعة، هذه بسميها سرعة في اتجاه إكس السرعة الأفقية. طيب هذه الدي أو الواي وهي الارتفاع، وأنا عندي تسارع الجاذبية. أول ما نشوف كلمة لو نتذكر قلنا كلمة قذف أو سقط أحط الجي 9.8 مع اختلاف الإشارات سواء كانت موجبة أو سالبة زي ما هناخد دلوقتي. طيب في الحالة دي يا شباب أنا محتاج مين؟ قال لي كم يستغرق هذا الحجر الوصول لأسفل البناية؟ هو عاوز الزمن. هنا نطبق معادلات الحركة بتسارع منتظم وباستخدام تسارع الجاذبية الأرضية يا شباب. طيب المعادلة إيه المعادلات اللي فيها التي؟ المعادلة الأولى والمعادلة تمام المعادلة الثانية. طب لو لاحظنا هنا في ارتفاع يبقى أفضل معادلة موجود فيها الزمن والارتفاع هي المعادلة الثانية. هنطبق في المعادلة الثانية يا شباب. المعادلة الثانية بتقول إيه؟ ركز كده معايا، بيقول لي الواي بتساوي واي تي او الواي ناقص في واي تي تساوي سالب نص جي تي تربيع. ايه معنى كده؟ الارتفاع ناقص السرعة في الاتجاه الرأسي اللي هي بتساوي صفر مضروبة في الزمن تساوي شاب نص جي تي تربيع. طبعا انا عندي الواي هنا شاب الواي زيرو السرعة في الاتجاه كنا السرعة في اتجاه مين شاب؟ السرعة في الاتجاه الرأسي السرعة في الاتجاه الرأسي بتساوي يا شباب قلنا طبعا الفي واي بتساوي زيرو. لو هنا عوض عنها بكام يا شباب؟ عوض عنها بزيرو، يعني الفي واي هذه كل القيمة دي هتساوي كام؟ هتساوي صفر. إذن الواي هتساوي سالب نص جي تي تربيع. نعوض. طب انا مش عاوز الواي، مش عاوز الارتفاع، انا عندي الارتفاع، انا عاوز التي. يبقى التي بتساوي او التي تربيع بتساوي طرفين في وسطين، التي تربيع بتساوي سالب 2 واي 2 في الارتفاع تقسيم تسارع الجاذبيه. طبعا التسارع هنا شباب سالب ضرب الواي، الارتفاع هنا بيكون عكس او الاشاره ياخذ اشاره سالبه، يبقى سالب 2 في سالب 78.4 على تسارع الجاذبية اللي هي 9.8 هيديني مربع الزمن يساوي 16 ثانية. ده مربع الزمن، وانا لو عاوز الزمن بناخد بنشيل التربيع ونحط الجذر، جذر 16 يساوي كام يا شباب؟ يساوي 4. اذا الزمن المستغرق للوصول لاسفل البناية يساوي 6 او يساوي 4 ثواني. المقذوفات التي تطلق بزاوية، المقذوفات التي تطلق بزاوية زي القذيفة شباب من مدفع ما إلى ذلك. قال عندما تنطلق المقذوفات بزاوية يتم تحليل حركة المقذوف إلى مركبتين. زي ما هناخد كده لو لاحظنا، ركز كده معايا شباب. طيب لو لاحظنا هنا شباب حركة المقذوف أثناء القذف بتلاحظي، يلا بلاحظ الآتي، إن المقذوف أثناء حركته بيتحرك في اتجاهين
اتجاه الاكس شوف هو راجل، واتجاه مين؟ اتجاه الواي. ها اتجاه الاكس، ها اتجاه مين؟ اتجاه الواي. خلاص وهكذا لين ما يصل الى اقصى ارتفاع. وهنا شاب اقصى ارتفاع بتكلم عن نقطتين، عن اقصى ارتفاع السرعة الافقية للمقذوف ثابتة، السرعة الافقية للمقذوف عند اقصى ارتفاع ثابتة. علل السرعة الافقية للمقذوف عند اقصى ارتفاع ثابتة، الاجابة لعدم وجود قوة تؤثر عليه في هذا الاتجاه. نعرفين في الاتجاه الواي هنا بتأثر عليه قوة الجاذبية، لكن في الاتجاه الافقي ما فيش اي قوة، وبالتالي يتحرك الجسم او حركة الجسم المقذوف عند اقصى ارتفاع سرعته الافقية ثابتة. طيب بالنسبة عند اقصى ارتفاع السرعة الرأسية للمقذوف لما يرجع فوق شاف، واحد يقول طب هو عند اقصى ارتفاع ما عاد يرجع مرة ثانية، صح؟ احسن، يبقى السرعة الرأسية دي بتساوي يا شاب بتساوي صفر. طيب بنلاحظ ايضا ان المسافة من نقطة بداية الحركة الى نقطة نهاية الحركة الى نقطة النهاية شاب، هذه بسميها المدى الافقي، بسميها مين؟ المدى الافقي. يبقى ايه هو المدى الافقي اللي انا برمز له مثلا بالرمز R؟ المدى الافقي هو عبارة عن المسافة الافقية من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة، هذه بسميها مين يا شاب؟ بسميها R، وهي المدى الأفقي. طيب ملاحظة مهمة زي ما قلنا بنأكد عليها تاني، عند أقصى ارتفاع يكون للجسم سرعة أفقية فقط، والسرعة الرأسية له تساوي يا حبايب قلنا بتساوي صفر. علل ليه بتساوي صفر؟ لعدم وجود قوة تؤثر عليها في هذا الاتجاه. ايضا ملاحظات على هذه الحركه، دائما لمقاومه الهواء، قال لي في حاله المقذوفات قوه مقاومه الهواء موجوده دائما، ولكن هذه القوه تظهر في اجسام خفيفه مثل الريشه وما الى ذلك ولا تهمل، بينما لا تظهر في حاله الاجسام الثقيله. الدرس الثاني اللي بناخذه او النقطه الثانيه بناخذها شباب في الفصل السادس، وهي الحركه الدائريه المنتظمه. ايه الحركة الدائرية المنتظمة؟ من اسمها كده، دائرية من دائرة، منتظمة يعني ثابتة. قال لي هي عبارة عن حركة جسم بسرعة ثابتة منتظمة حول دائرة نصف قطرها ثابت. من اسمها كده حركة دائرية منتظمة، قال لي هي حركة جسم بسرعة ثابتة حول دائرة نصف قطرها ثابت. بنلاحظ يا شباب اني اثناء حركة الجسم حول الدائرة نلاحظ مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى شباب أن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، بسرعة ثابتة وفي مسار ثابت، وفي هذه الحالة يكون مقدار السرعة ثابت في أي نقطة على خط سير الحركة. يعني سرعة الجسم شباب في أي نقطة، في النقطة دي بكم؟ ونقدر سرعة الجسم 20 متر كل ثانية، هنا 20 متر كل ثانية، هنا 20 متر كل ثانية، هنا 20 متر كل ثانية، في أي نقطة 20 متر كل ثانية، فهي ثابتة المقدار. طيب لكن الجسم الذي يتحرك بسرعة دائرية منتظمة هل يكون له تسارع؟ أستاذ كيف لي تسارع وأنت تقول إن سرعته ثابتة؟ هل لي يكون لي تسارع؟ شباب الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة في مسار دائري يكون له تسارع، فتسارعه يساوي صفر. كيف أستاذ؟ ترى السرعة ثابتة، وش اللي يخليه الجسم يتسارع؟ تعلمنا ان اول حاجه في تعريف التسارع هو تغير في السرعه، صح؟ تمام معاك. هنا يا شباب التغير لا يكون في مقدار السرعه، ولكن التغير يكون في اتجاه السرعه. فهنا المقدار السرعه زي ما اخذنا هي عباره عن كميه متجهه، استدل عليها بالمقدار والاتجاه. المقدار ثابت ممتاز، لكن الاتجاه هل يكون ثابت؟ لا. وفي هذه الحاله لو لاحظنا، لو رجعنا مره ثانيه شاب الجسم هتبص تلاقي هنا مثلا، شايف هنا؟ شايف اتجاه السرعة في واحد، سرعة في اثنين. هل اتجاه السرعة عند في واحد زي في اثنين؟ لا طبعا. زي في ثلاثة؟ لا طبعا. هنا شاب التسارع يكون ناتج من تغير اتجاه السرعة وليس من مقدار السرعة. طيب ينتج عن السرعة في مسار دائري حاجة اسمها التسارع المركزي. ايه هو التسارع المركزي؟ قال هو عبارة عن ناتج قسمة مربع السرعة على نصف القطر. AC A تسارع، C مركز، AC
سرعة مركز يساوي مربع السرعة تقسيم نصف القطر. دائما يشير اتجاه التسارع المركزي نحو مركز الدائرة. اتجاه التسارع المركزي دائما يشير فين؟ نحو مركز الدائرة. ده مهم يا شباب، من اسمه كده يشير نحو اتجاه مركز الدائرة. طيب قانون السرعة المسار الدائري، لو جسم بيتحرك في مسار دائري السرعة بتاعته ازاي بنحسبها يا شباب؟ قال لي في السرعة بتساوي 2 باي ار على تي. وش السالفة يا استاذ؟ انا عارف اي سرعة بتساوي عبارة عن مسافة على زمن او ازاحة على زمن. طب الجسم هنا بيتحرك في مسار دائري، طب والمسار الدائري المسافة اللي بيتحركها هذا يا شباب تعتبر او ماذا تمثل؟ هنا بتمثل بالنسبة للدائرة محيط، صح؟ فالمحيط بتاع الدائرة بيساوي يا شباب، قلنا محيط الدائرة بيساوي الناس معايا 2 باي او 2 طاء نق. الناس لو فاكرة ان محيط الدائرة بيساوي 2 ضاء نق، 2 ضاء نق، صح؟ ممتاز. اذا يا شباب 2 ضاء اللي هي باي، نق اللي هي ار، عندي الزمن هو مين؟ تي. طب اذا سرعة بتساوي 2 باي ار على تي. التي هذا بسميه الزمن الدوري. ايه هو الزمن الدوري؟ قال هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لاتمام دورة كاملة. الجسم الزمن اللي بياخد الجسم عشان يسوي دورة كاملة في المسار الدائري هذا بيسمى بالزمن الدوري. يمكن من هنا شاب نعوض عن السرعة بدلالة نص القطر وتجيب التسارع المركزي. اي سي اخذنا بيساوي في تربيع على ار، شيل الفي وحط ما يساويها. اي سي بتساوي الفي بكام؟ 2 باي ار على تي، كل تربيع على ار بنعوضها. يعني استطيع ان يا شباب في الحالة دي اقول اني التسارع المركزي اخد له قانونين، يا اما اقول له ان الاي سي التسارع المركزي يساوي في تربيع على ار وامتى استخدم ده لو سهل لي العمليه وجاب لي السرعه بشكل مباشر، او اقول ان الاي سي بيساوي 4 باي ار تربيع على تي تربيع، وامتى استخدم القانون الثاني ده لو جاب لي زمن دوري، لو جاب لي في المساله زمن دوري، وهيظهر ده من المسائل. القوه المركزيه اخذنا في قانون الثاني، قانون الثاني ان قوه تساوي كتله في تسارع. طيب هنا القوه المحصله تساوي الكتله في التسارع، هنا بسميه التسارع المركزي، وبالتالي القوه المركزيه هي عباره عن حاصل ضرب كتله الجسم في تسارع المركزي. القوه المركزيه اف سي تساوي ام كتله في اي سي هو التسارع المركزي، وهذه القوه شباب المسببه لدوران الارض حول الجسم او حول الشمس هي مثال على قوه جذب مركزيه. في قوة تعكسها في الاتجاه بسميها القوة الطاردة المركزية، وهي يا شباب وهي قوة وهمية. قوة الجذب تجذب الجسم نحو مركز الدائرة، أما القوة الطاردة تدفع الجسم خارج مركز الدائرة وهي قوة وهمية. طيب ناخذ مثال كده على السريع. سدادة مطاطية كتلتها 13 جرام، أنا ما عندي الشغل بالجرام. البداية كده حول للكيلوجرام، أعمل عليه فعلا نقسم على 1000 او نضرب في 10 والسالب 3. عند طرف خيط طوله ار نص القطر 93% من المتر، وديره السداده في مسار دائري افقي لتكمل دوره كامله خلال زمن، يبقى انا عندي الزمن الدوري، عاوز قوه الشد. طلع معطيات يا شباب. قوه الشد مجهوله، ار اللي هو نص القطر اللي هو طول الخيط 0.93 متر، زمن الدوري ب 1.18 ثانية. عندك الكتلة بإيه؟ الكتلة بيها شاب؟ الكتلة بالجرام. فبعمل إيه يا حبايب؟ ركز كده معايا. بنعمل إيه؟ بنقسمها على 1000، ما ننساش. أقسمها على إيه يا شاب؟ أقسمها على 1000 عشان أنا ما عنديش الشغل بالجرام، شغل بالإيه؟ بالكيلو جرام. تعال نعوض كده. طيب أنا عاوز مين؟ في البداية أنت بتقول لي قوة الشد، يبقى قوة الشد اللي هي القوة المركزية تساوي الكتلة ضرب التسارع المركزي، صح؟ طب انا ما عنديش تسارع مركزي، نجيب التسارع المركزي اي سي بتساوي 4 باي تربيع ار على تي تربيع. نعوض يا شباب، 4 باي تربيع الباي اللي هي 22 على 7 او 3.14 في الار اللي هي 0.93 مقسومه على الزمن اللي هو 1.18 ما انساش التربيع، يديني قيمه التسارع المركزي وهي تساوي 26 متر لكل ثانيه تربيع. نعوض عشان نجيب قوة شد اف تي، قوة شد تساوي قوة مركزية تساوي ام ضرب سي. ام انا لسه جايبها بكام يا شباب؟ 13 تقسيم 1000 اللي هي 13 من 1000 ضرب
السي الاي سي اللي هو مينا شاب صار على المركز اللي انا لسه جايبه ب 26، يديني الناتج في النهايه قوه الشد دايما كام؟ 0.34 نيوتن، دايما يكون اتجاهها نحو المركز. مثال اخر، مثال سريع ومهم. يا شاب يقول يسير متسابق بسرعه مقدارها، ممتاز، هنا جاب السرعه بشكل مباشر في 8.8 متر لكل ثانيه حول منعطف نص قطره الار ب 25، عاوز التسارع المركزي. سهل، مثال سهل جدا جدا. انا عندي التسارع المركزي يا شباب اي سي بتساوي ها في تربيع على ار، طب الفي بكام يا حبايب؟ 8.8 تربيع، والار ب 25 اقسمهم على بعض يديني التسارع المركزي يساوي 3.1 متر لكل ثانيه تربيع، تعويض مباشر، المساله ما فيها شيء. مصدر القوه طبعا في هذه الحاله يكون قوه الاحتكاك بين الحذاء والطريق. طيب اخذنا امثله، نتكلم بعد كده شباب على السرعه النسبيه. الدرس الجزء الثالث في الوحده السرعه النسبيه. ايه هي السرعه النسبيه يا شباب؟ لو افترضت ان في قطار بيتحرك بسرعه 20 متر في الثانيه في اتجاه مثلا الشرق، وانت وصديقك جالس داخل القطار، واقف داخل القطار يعني ما يتحرك، وأنت واقف على الرصيف، كم سرعة صديقك بالنسبة ليك؟ بعد يقول أستاذ سرعة صديقي هي نفس سرعة القطار اللي هي كم؟ 20 متر بكل ثانية. إجابة صحيحة، حسنا. طيب لو افترضت أن صديقك ده بيتحرك، القطار بيتحرك ب 20 متر في الثانية، وصديقك ابتدى يتحرك باتجاه مقدمة القطار للأمام بسرعة مقدارها كم؟ 1، وأنت واقف على الرصيف، كم تشعر أو كم تكون سرعة صديقك بالنسبة ليك؟ شباب كم تساوي؟ 20. لا طبعا، هو الأول لما كان جالس 20، والحين لما تحرك باتجاه مقدمة القطار 20، لا ماذا ايش يسوي؟ أيوة تمام، هنجمع سرعة القطار بالنسبة للأرض اللي هي ب20، وهجمع سرعة الشخص بالنسبة للقطار اللي هي ب1، يبقى 20 زائد 1. إذا في هذه الحالة شباب تكون السرعة 21 متر لكل ثانية، وتسمى هذه السرعة بالسرعة النسبية، سرعة الجسم بالنسبة لمراقب أو لجسم.